تتواصل شوط صباحي هذا اليوم، تستمر الانطلاقات الصباحية، تستمر انطلاقة الفتامين المشتركات، حيث انطلق شوطنا الثالث والخاص هنا أيضا مشاهدينا الكرام بالإبكار الفتامين المشتركات من مسافة الكيلو والنص. انطلقت الأسماء، انطلقت الشعارات، نتابع البداية. نبدأ مع الصدارة الشاهينية، فيصل بن منصر بن ناصر الكربي يأتي على البداية، يتقدم على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الشاهينية وسالم بن علي بن سعيد الخاطري. المركز الثالث وصول وحضور من خلال تواجد وإبداع، تقدم مشاهدينا الكرام من خلال تواجد هنالك القادم شعار بن يوحان الشامسي يقدم لنا شعاره، ولكن العودة الى البداية، العودة الى راعي الدولية صاحبة الشوط الرئيسي الاول في صباح هذا اليوم، يتقدم ويقدم لنا الشاهينية على الصدارة على المقدمة، بحثا عن النقطة الثانية. هذا ويتقدم فيصل بن منصر بن ناصر الكربي، ولكن الأسماء قادمة، الشعارات واصلة، وصول من الشاهينية حمدان بن محمد العميمي وصل ويقدم شعاره، والأسماء القادمة الأخرى، ولكن وين راعي الدولية يقدم هذه الانطلاقة. شوفوا تابع الحركة في الأمتار الأخيرة، بدأ بالحركة. هذه تتقدم الشاهينية، تنطلق على البداية على صدارة هذا الشوط، تعلن بأنها هي البطلة، تعلن بأنها هذا الشعار الذي قدم لنا الدولية في الشوط الرئيسي الأول، يحافظ على أشواط الإبكار بالشاهينية أيضا، يقدمها على خطى الدولية. تهانينا وناموسنا بعثها لمالك هنا أيضا الشاهينية، فيصل بن منصر بن ناصر الكربي، على تقديم هذه الأسماء الرنانة لتحقيق الأشواط المتتالية والمتتابعة. تهانينا والناموس. المركز الثاني الشاهينية حمدان بن محمد العميمي، المركز الثالث كانت محطة زايد بن سرور المشغوني. هذه النتيجة 2:21 التوقيت المصاحب للشاهينية. تهانينا والناموس لفيصل بن منصر بن ناصر الكربي.